السعودية تنسحب من مأرب عقب دخول الحوثيين أول أحياء المدينة. لنشاهد التفاصيل. وصلت السعودية سحب آخر المعدات العسكرية التابعة لها من مدينة مأرب اليوم الاثنين، مع اقتراب سقوط المدينة بيد قوات صنعاء عقب وصول القوات الأخيرة إلى مشارف المدينة وسقوط أول الأحياء بيد الحوثيين. وقالت مصادر عسكرية في الشرعية أن القوات السعودية سحبت معدات عسكرية جديدة من مدينة مأرب، وهي المعدات الأخيرة التابعة لها، في مؤشر على يقين الرياض بسقوط المدينة خلال الأيام القادمة. وأوضحت المصادر أن القوات السعودية سحبت أجهزة اتصالات ومراقبة عسكرية من مدينة مأرب ونقلتها إلى منفذ الوديعة الحدودي، وأشرت إلى أن عمليات سحب المعدات العسكرية السعودية قد تكون الأخيرة، لافتة إلى أن التحالف العربي استكمل سحب ونقل جميع المعدات والأجهزة العسكرية الهامة من المحافظة. وجاءت هذه الخطوة السعودية بالتزامن مع وصول قوات صنعاء الحوثية إلى مشا. فضلا وليس أمرا، لا تنسى الاشتراك بالقناة مع تفعيل زر الجرس لتصلكم جميع الأخبار في وقتها.